ولا لرتا خلاف على ما جرى واحد تتركوا حبوا وهبوا سياسة يرى وحزب الشقارة دماعي لكن وحزب الشقارة خلافة أو كده جرى ما جرى كل واحد عسى واجرا شخصيات كاملة وإن أي معاملة سمية مركا حزب الشقارة وحزب شرع يكون بالأوضل الشرع نكون صعب أنا دي ويا واحد وحزب حزب شرع يكون بالأوضل أساس ليه هاي دي وقلم ليه هاي قبل الله ضرب شرعي هب شرعي كنت جاي حفظ كسمي ودولا وحوي أباو الكسر كسمي شهادة دي بروح كلها الأمور نمو هلاي وحوي هلاي دور شرعي كقيم كلاي دور شهادة حزب النمو أيوه هلا مركا حزب النمو ما حد له سوى قدي وحنا صعطاء قدي دور شوي كبنت لأن تيبا وما دحك كاها نخلي هذا مدرى عبد الساق أحمد سعيد هرنا ومدحنا وقها مدرى ولد صالح بحري الله برضو بقى وأذكر كيسان دوكيمنت يدا إبحية واتس شهادة دي حزب جا صور في واقع شهادة ما قال أبو مجتة ولا صالح برة وبدون سين وبدون ياه حزب جا عبد الشير شيخ محمود ومساك أبو ذا تشوبني وأذكر هذا سبعة مجرنيس تيبك وهذا سوق بسي حزب النمضة وأصول بس قريه وأقوى بحر تيبك ودن وعبد الساق أحمد سعيد وبدومي وياهي وأقوى شهادة دي بدون سيني شهادة دي واتر عد كلا أو شرعية دي سهاي سطع ما شفته واحد شفت مرك كوع سلا أقوى شهري كوع حبو سياسة لنا وضمع قلدن قلي ويوع حكومة كتر سن وبرلمان كتيرة الله يرك الله بحر كوه حلا سامر كحزبي سي أن لاقى أحيان أصو ويرني كوه حلا سنا مر كانوا عارين حبلاق الكوضة مر كانوا نسي أقوان طريدة شرعية كهيسة وحن نوجد بني محكمة السرية أيا نقرأ الجد وجود بني أنا هو شرع جل علينا تكن عشاح جل علينا شرف كحزب جل علينا أيا نتعود على جين مر كا واد أركيسي دعوت داسنا وحي كجسو جوابين مركا سياسية وحو جيران ما جيران حزب صحيح اي حزب شرعي ديس لو مرسي هي اي حزب ان مغارتي انا شرعي ديس حيسان وانا كدودينا من ما جيران ان علي دوا وحا دعدي ان شر لا قبتي دد لفريسي ليري غولي دخي حزبغه ويه او اي شيغان ان غدون اي دورتن ارينتا سمحا كلا ان ارينتا سمحا كلا waxa dhacdooyinkii intee muddadaas dhawrka sano ah xisbiga aan wadnay iyo wala la yaab ka badnaa waxa soo maray dad dal yar ah oo taageerayaasha xisbiga baa soo qalay gaaray waxa la yimid soo baynu ka soo qadeynayna ilhaanada hatta hotelka loogeysay wad karaysa sharaf ka badan oo magaalada de guriga loo oran karo waa halka siyaasiyintu ay ku kulmaan oo ugu yarsanaysa magaalada dhalinyaradii waxay yiraahdeen xisbiga noo shubo qabanaya maali meeshii way tagen waxa la magaalada qadada ka siinay oo qadada magaalada ku leen iyadina dhalinyaradii waa loo jar dhalinyaradii dacwaa way soo waxay dhaweeyayaal dhalinyarada qaaday oo taageero iyo wax weyn sharaf xisbiga ku dhaxlaha iyaguna way soo waxay kooxdan markii waa koox xabow markaan wixii dib u fiirsadana xaqiiqatan waan eegay waxay ila noqdeen waxa ku soo koobay dhaqamada dhaashanayay wax qof mazuula ka soo rooba iyo wax xisb ka soo rooba iyo wax qof xishoonaya ka soo rooba midna ma isan ahayn marka ma ahayn shirweynaha xisbiga ma isan ahayn xubnaha xisbiga ma isan ahayn waa kooxda habowga ah oo ku talagashay inay maartaa yiraahdaan hoteelkii magaalada uu sameeyay shirku qabsanay xisbiga shaqalaha naga la wareegnay waxaad arkaysay in islaameesha laga yiri 48 saac ka hor ayaa iska soo casilay xisbiga ka oo xisbiga xaakimka ah xisbiga ayaa gudoomiye lagu doortay waa yahay 48 saac ka hor ma laga aqbalay xisbiga xaakimka ma ka aqbalay saacilaadi haye ma ka aqbalay inaad ku biirsay xisbiga shaqalaha ma ka aqbalay gudoomiye ma ka aqbalay
أي روا بيا وحوي مركا وذلك سوا ودبل سياسة ذي قلاع كده عظيم مقرف مركا قلاع سمح بيا قبل واحد شري ولا نك سو سلام غير بحسي مش حاجة وصل دارا ووهلس نمي ركز الساعة أنا ما أنت نسعيد وقت وسام حاد مري نمي كاسول دارا كده عظيم إن وحات المامتي قلاع يجو حس بجسي خلدن وأسو قلاي قلاع سبحانه مركي هولا صوب الحين حسب هو أتقرأه هو حسب ماله هو شو حسب ما هدي له هذا دل يتبدل الحمله هو شو واحد شري شيخ نزوله كان عين وما ضحوا رأي كوجته وأنا نكهر دعين يفرق سياسة دواية مرة نعكس سو قلنا ومركي هراء الرجال أحب برنامج كان صحابته بدن وكل يخدم متعاونها بنتلان إنه دقائق وأنا حسب يا سوي سام markay arkeen barnaamijka uu dhaqaaqay oo xisbiyo loo baasiyay oo xisbiyadu soo baxayna ku tala galay war xagaa ka gala nalama ay soo xiriirino xataa dad aan anagu xumeynay oo xisbiga ay ka mid ahaa ma aysan ahayn waxa jiraada xisbigaan kan baynu xaq xaqaneena warkan anaga sharciyada anaga boobayna wali waxa joogan halkii ee ma garto boob ahayd waad garanaysaa dad xisbiga ma iska soo casilay kana gudoomiye uu noqdo ma uu si ma xil magacaabaya xil magacaabaya ina xisbiga kamid noqotid waxa weeye shuu in laga golka fariista ka horaysa fadhiga ka dhacaan il xil xilka uu soo tartantay bilay qaadanaysa oo hadii baa lagu aqbalo xisbigaas uu ku aqbalaba bilay qaadanaysa marka waxa waa haddii aad ugu celcelisid aad uma jecli waxa weeye arinkaasi waa habow siyaasadeed dad siyaasadeed oo habow ah ayaan soo galay duufaantii Liibiya ka dhacday oo kala in dacwadiina aad gudbiseen oo maxkamadda qoraal markay ay ka soo saartay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa jawaabay arrintaas maxay kula tahay qof kasta wax garanaya oo garanaya tarayada la yaabka oo gudoomiyuhu sameeyay waxa weeye gudoomiyuhu wuxuu gudoomiyay ku xeenka yahay xisbiga ka hadii xisbi isqabtar waa baarlamaano baarlamaanku maray kuma leh isqabadyada xisbiga marxalada ayuu maray xisbiga hadduu isqabto ko xisbigaasi waa golihiisa dhexe iyo golihiisa fulinta iyo gudoonkiisu inay ayagu saxalayaan ilaa waa dad wax garada aqoonyahanaa oo siyaasiyiina dadka aan meesha ku jira inay ayagu saxalayaan oo ceebtooda si banaanka usoo bixin la hadday saxalin waayaan oo qolo madax adeegto inay hay-adda doorashada isula noqdaan iyo xeerkooda oo qoladaasi go'aan laga qaato hadday arrinkaasi uu xalismi waayo maxkamadda sare ee Puntland in dacwad la geeyo sida anagu aan wax dayeelay oo kaleeto baarlamaan meel kama soo galo isoo xisbina xisbi arrimihiisa ma farag gelin karo isagiiba haddana wuxuu isoo intaas soo sameeyay qaladaad sameeyay oo aan sharciga bilow ilaa dhammaan wax aqoon u lahayn ayuu inta qaatiba haddana wax yiri go'aankii maxkamadda sare laygalama tasha oo goorma aad maxkamadda sare ku biirto goorma ayaa maxkamadda sare aad ku biirto goorma ayaa lagala tashin kara qararada maxkamadaha lagala tashin jiray waxaan oran karnaa gudoomiyuhu waxa shaqadiisa ahayn baa loo diray waxa shaqadiisa ahayn baa loo diray habow siyaasadeed baa ka batay waxaad ogtahay dhacdooyinkii dhacay muddada uu joogay waxaad ogtahay qaabka uu soo galay waxaad ogtahay sida uu hadda u dhaqmayo sharcigii garsoorkii iyo xeer dejintii xataa inuusan kala aqoon marka gudoomiyuhu waxaan oran karnaa booska uu fadhiyaa kiisi maaha maaha kiisi mana yaqaan umana bilowna waana la khalday cid baa khalday haddee ay xtagu yihiin la reeb isagu tegi wuxuu cashar u yahay gudoomiyaasha dambe oo imaan doona hadda marka xisbiga shaqaalaha yaa weeye qolada rasmiga maininka mise gruubkii maalintii dhaweyto xisbiga shaqaalaha shahaadada xisbiga loo wataa سيف عمر اوكي شهاده بحنتي سبب دوسين تي سلوطا فيك ما واد كرانيسا وحا بحنا يا ابو دوسين يا عبد الساق احمد سعيد قدوميه تيبا وحا نعتاق الضمان حبنه تيبا وحا قدومي يا قدومي يا حسبك عبد الشيخ محمود وصاك حفيسكي سألنا في الدين gudoomiyaha sharcigaana waa cabdirashiid sheekh maxamed asaasaha xisbiguna waa isaga
أروح لماذا مركي وقادر يجي واتا وحب دونسينا يه بولد صالح بريم وحب دومي عبد الشيخ حمود وأساسية أها حزب أها ما أها واحد سوق بسكرة مركا وحبوا سياسة ديت وحبوا أقوريد وهو يعرفني ملا عن سياسة ديت وحصل عليها الحزب الشغالة أو الصحية الحزب الشغالة أو دعوة كلاجستين منه ما فرينت هذا وجود ضم بيسا شعبي يدولة بقى له وداعي سمعته وحلاه دولة وحلا وداعي ما دحوله وح قرارات السمينة وقدومي كحين كي حزب كا وقدومي برلمان ودعوة حزب يلا ميلو كسوق لا يسمع شيء وح وين ده كردية أو كتمانية وح ويا وشرعي دلك ودلك يسمع ما دحوله سواء حزب الشرعية ده ميلو كسوق لا الحين وحزب كلا كترسان إنه فرجلين قاوم كسنين، إنه هدريري قان كي محكمة السنة لا يقلم تشن، قارو كبير قصور كأنه قرن ماي، قار لو قال هذا إنه حسب يدك على شغل الباب هذا قرع قرن ماي، مدح ويني، هاي دو وصل ريسي إيش رجع عياته، مدح ويني ترك عياته، أبارتها أنا بقول لنا وأنه قرن لنا، أدنى وقت قرن ليس وأنه قاسو هنا، وحن فيلا يدبرك أبوان. أديك وين حزب قالوا شرعي يا شرفك أنت مو نوريا وحقوق كرسوي هاي سيدا دعوة وجود بيه كرسوي كبنتلان هاي راه شرعي كبنتلان حكومة كبنتلان شعب كبنتلان وحافظ على سي إدبلي وأسلوبلي ونظام الحزب الجوي قانية إن الدعوة ديها إيوه كرمك الكيجة لا بد يبقى موجود سنة